الحاجة كل ما حجمها بيكبر بيبقى تأثيرها في السلسلة الغذائية أكبر بكتير قوي. سمكة القرش وكل الأفلام اللي مطلعين سمكة القرش فيها سمكة شريرة وبتاكل وبتعمل، ناس شايفينها إن سمكة القرش دي حاجة وحشة وساعات بيصطادوها بالزيادة، إحنا عايزين نخلص البحر من سمك القرش. سمك القرش إن هو كمفترس أو ميجا بريدتور، مفترس أعلى حاجة في قمة السلسلة الغذائية، إن إحنا لو بصينا هنلاقي نابليون والدوجون في المراتب العليا من السلسلة الغذائية. سمكة القرش لما بتشوف مثلا سكول اوف فيش، او سكول اوف فيش يعني قطيع سمك، سمك كتير ماشي مع بعض، عشان سمكة القرش ما تتعبش نفسها، هي مش بتروح تاكل اقوى سمك، مش بتروح تاكل احلى سمك. سمك القرش او الاسود لما بيطارد الغزال هو بيختار العجوز، بيختار الضعيف، بيختار الحاجة اللي عندها مرض عشان يصطادها بسهولة، فبتحصل عملية فلترة ان هم بياخدوا الكائنات الضعيفة من السلالة ويسيب الكائنات القوية. الكائنات القوية دي لما تتكاثر، انا كده يعني سمك القرش لما ياكل سمك بوري مثلا، هو هياكل السمك البوري الضعيف، اللي هيتبقى السمك السريع القوي اللي عارف ينجو، هو ده اللي هيتكاثر، هو ده اللي هيطلع او هيبيض سمك بوري الجينات بتاعته قوية.